أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدرت وزارة الدفاع العراقية أحدث موقف لها حول العمليات العسكرية في الشطر الأيمن من الموصل، تضمن إعلان تحرير 50% من مساحة المدينة القديمة. خلية الإعلام الحربي أكدت في بيان لها أن 7 مناطق حتى الآن ما زالت ترزح تحت احتلال التنظيم المتطرف. اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة وريفها، وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مسلحين من داعش حاولوا التسلل إلى حي الصناعة شرقي الرقة، كما نشبت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات تكبد خلالها التنظيم خسائر كبيرة بالعناصر والعتاد. أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر قرب الحدود الغربية مع ليبيا. وقال المتحدث في بيان له إن معلومات استخباراتية أكدت وجود تحركات غير طبيعية بالقرب من حدود مصر مع ليبيا، أسفرت عن رصد وتتبع هذه السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر وتدميرها تماماً. سلمت سفينة شحن إماراتية في ميناء المكلا 15 حافلة كدفعة أولى مخصصة للمدارس والأندية الرياضية في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب. يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، إذ أعلنت في وقت سابق توفير 99 حافلة للمدارس والأندية والنقل العام، ستصل خلال الأيام المقبلة إلى عدد من المحافظات المحررة من ضمنها عدن. غرمت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي شركة جوجل للإنترنت بمبلغ مالي قدره 2,400,000,000 يورو بسبب خرقها قواعد مكافحة الاحتكار مع خدمة التسوق عبر الإنترنت. ومنحت الهيئة الأوروبية شركة جوجل 90 يوماً لوقف خرقها أو مواجهة غرامات مالية أخرى. حذرت منظمة اليونيسف من عدم غسل اليدين خاصة الأطفال، لافتة إلى أن غسل اليدين يمنع الأسباب الرئيسية ل6 ملايين حالة وفاة تحدث سنوياً في الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم. ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ميديكال إكسبريس، أظهرت دراسة جديدة أن سلوك غسل اليدين يجب أن يتحسن بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المادي.